شايفين الحلاوة والجمال. النهاردة هنتعلم طريقة عمل كيكة البرتقال بالكريز. انا يعني ما قدرتش اصبر لغاية ما الكيكة تبرد، فحبيت اوريكم. شايفين الحلاوة، شايفين هشة ازاي، شايفين، وقشر البرتقال اللي احنا حاطينه ده جواها بيديها طعم جميل جدا. شايفين هشة ازاي، شايفين طرية ازاي وجميلة وعالية. هنتعلم مع بعض الطريقة، وفيديو سهل جدا وامكانيات كلها متوفرة في اي بيت. بعد ما طلعت يعني ولا احلى من كده. شايفين الحواف محمرة ازاي ومن تحت احمر ازاي وجميل ومش لازق، السبب ان احنا بطلناه بزيت ودقيق. شايفين الجمال والطراوة، شايفين طرية وعالية ازاي وطعمها مش عايزة اقول لكم. النهاردة هنعمل طريقة حلوة جدا للكيكة، بس كمان هنضيف عليها خطوة بسيطة هتحل الطعم. هي ان احنا هنضيف عليها كريز مقطع من جاب عادي من السوبر ماركت، ممكن تجيبيه بالربع او بالتمن. انا جبت حوالي تمن كده ماشي، وعشان خاطر ما ينزلش في الكيكة من تحت في الصينية هنضيف عليه نص معلقة دي كده ونقلبهم عشان ما يركش من تحت. دي هيخليه ايه، خفيف ما يركش في الصينية من تحت، يبقى وسط الكيكة. ومعاه بشر برتقال لان هي دي اساسا كيكة برتقال، ومعاه باكو بيكنج باودر كامل، فانيليا خام، طبعا دي ريحتها فظيعة جدا اكتر من الفانيليا الكاس اللي عليها سكر. بدل ما تجيبي 3 4 كاس وتحطيهم، لا احنا بنحط جزء صغير. هي العلبة حوالي 2 جرام، ده جرام. حبيت اوريكم شكل العلبة. خمس بيضات بحرارة الغرفة، سكر مطحون عشان منفضلش نضرب كتير البيض مع السكر على ما يعمل الفوم اللي احنا بنشوفه، فنخليه سكر. هو كده كده بيتباع برضو في السوبر ماركت مطحون جاهز، بدل ما تضطري ان انت تطحنيه في البيت وتتعبي، يعني بيتباع جاهز في المحلات سكر مطحون. دقيق 2.5 كوباية والسكر 1 كوباية، البيض 5، بيكنج باودر كيس، بشر برتقال، بس ما تدخليش على الجزء الابيض علشان ده بيكون ممرر، اخرك الجزء البرتقالي ده اللي من بره. كنت اغسل البرتقال اللي بشرناه، عصرنا حوالي 1 كوباية، دوبنا فيها معلقه تانج عشان يبقى طعمه حلو، وكوباية الا ربع زيت. ليه الا ربع؟ لان دي كوباية اصغر شوية من الكوباية دي، فهي حوالي الا ربع من دي. نفس المعيار ده هو اللي عملت بيه الدقيق، ونفس المعيار ده الكوباية دي المج ده عملت بيه السكر. مكونات سهلة خالص متوفرة في البيت: زيت، عصير برتقال متضاف عليه تانج، دقيق 2.5 كوباية، سكر 1 كوباية، فانيليا، بيكنج باودر، بشر برتقال، كريز متدوب او يعني عاملينه في معلقه دقيق عشان ايه ما يركش من تحت، ومتقطع حوالي 6 7 وحدات كده. وده مضرب، طبعا ضروري ضروري المضرب واحنا بنعمل الحلويات لان هو ده الاساس. ممكن لو مش عندك مضرب تنفع في الخلاط، بس انا بفضل يكون فيه مضرب كده. 5 بيضات، لو انت مش متأكدة ان البيض طازة ومثلا ليه فترة عندك وخايفة لا يكون بايظ، بس طبعا غالبا ما بيكونش بايظ في الشتاء يعني، بس لو خايفة بتكسري بيضة بيضة في بولة من بره، كل ما تطمني تحطي عشان ما البيض البايظ ده ما تبوظش البيض السليم. ودي اللي هي تقريبا نص العلبة، دي هي العلبة دي فيها 2 جرام، ده جرام الفانيليا، سعرها 2.5 في السوبر ماركت. طبعا بيض لازم فانيليا لازم، معاه السكر، ونبدأ نشتغل بالمضرب. عارفينها ان احنا بنضيف السوائل مع بعض، ضربنا البيض والسكر حلو خالص. هنبدأ نضيف، بنضيف السوائل كلها على بعض، وكمان ايه عصير البرتقال.
بعد كده بشر البرتقال الكريز ده في الاخر. بعد كده في خطوة مهمة، هنحط كيس البيكنج باودر على الدقيق، وهنقلبهم في بعض. نحاول ان احنا ندخل فيهم هواء، ممكن يكون في طبق اكبر شويه من ده. نحاول ندخل فيهم هواء ونقلب البيكنج باودر كويس خالص مع الدقيق. ده سبب فشل الكيكه في اغلب الاحيان، ان بتكون البيكنج باودر في اماكن واماكن لا، ويفضل لو ينفع ان احنا ننخلهم او بالطريقة دي. بعد كده خلاص هنستغنى عن المضرب وبالمعلقة عادي، ونقلب في اتجاه واحد. يعني هتعملي ناحية اليمين كده هتمشي ناحية اليمين على طول، تعملي ناحية الشمال امين بقى ناحية الشمال على طول. هنعمل ايه كده شوية شوية، عشان ما يعملش تكتلات، او ممكن بالمضرب وهو مطفي يعني اللي تحبيه ما يقولش لا. برضه اول ما احس ان هو اتدمج احط شويه كمان لغايه ما الخليط كله يتجانس. لو لقيت ان المعلقه يعني مش بتنجز معايا على اوطى سرعه، وبرده في نفس الاتجاه. قوام قوام جميل جدا، هو ده القوام اللي احنا عاوزينه. وبعدين ده الكريز اللي احنا عملناه غلفناه بالدقيق عشان خاطر ايه ما لاقيش كله ايه متركز في الكيكه من تحت، هيبقى تقيل، لكن الدقيق هيخليه خفيف يكون في نص الكيكه. هنحطه كده، قطعيه حسب الرغبه وقلبي تقليبه اخيره نوزع بيها الكريز. تمام، عندنا هنا صينية في الحجم ده، شوفي انتي الحجم المناسب ليكي يعني الكمية دي. صينية بالحجم ده هتوصل فيها لغاية النص، واحنا طبعا بالبيكنج باودر والبيض والمواد الرافعة هتملى الصينية كلها. طبعا هنجيب ال كده، وطبعا ده يعني عشان ما تسقطش منكم الحركة دي. الفرن شغال من بدري من اول ما انا ابتديت، صب الخليط كله. طب معانا حطينا الخليط كله زي ما احنا شايفين كده في الصينية، نعمل حركة ما تخافوش منها ابدا. يعني الحركة دي ان احنا هنمسك الصينية كده واروح اعمل ايه نخبطها. شايفين الفقاعات اللي طالعة دي
سبب من اسباب فشل الكيكة. الفقاعات دي بتعمل زي طبقة تخلي الكيكة من جوه فاصلة، يعني جزء طايب وحلو وجزء زي ما يكون يعني رغيف عيش كده عامل نسبة قشف. لكن لما نخبطها كده هنطلع الهواء اللي احنا مش عاوزينه بره، وهنعمل كده نهزها تحس تبقى ايه متساوية. يبقى نخبطها كده نهزها كده ونخبطها خبطتين كده في الرخامة. طبعا الفرن سخنة جدا ونحطها فيها 40 دقيقة لولا ما نفتح عليها الفرن، وعلى درجة حرارة متوسطة. وبعدين طبعا نختبرها الاختبار اللي احنا عارفينه بخلة الأسنان، ونستنى النتيجة مع بعض. تابعوني. بقالنا 40 دقيقة في الفرن اهي، هنختبرها بسكينة. شايفين السكينة نظيفة ازاي؟ بقى كده ايه تمام، طفيت عليها يعني عالية مش مشققة، مستوية من تحت ومن فوق تمام، ريحتها جميلة جدا. بس احنا لازم نستنى عليها تبرد وتهدى شوية وتعرق كده، ممكن نحط فوطة كده مندية تحتها. احنا كده كده مبطنينها بدقيق دقيق وزيت، بس احنا هنسيبها شوية كده تبرد وبعدين نقطعها. وبالهنا والشفا. بعد ما طلعت يعني ولا احلى من كده. شايفين الحواف محمرة ازاي ومن تحت احمر ازاي وجميل ومش لازق، السبب ان احنا بطناها بزيت ودقيق. شايفين الجمال والطراوة؟ شايفين طرية وعالية ازاي وطعمها مش عايزة اقول لكم. طبعا موضوع الكريز اللي كان جواها ده تبع الصدفة، يعني احنا كل واحد وحظه بقى، هو اكيد موجود جواها. جرب كده نفتح ممكن نلاقي هنا. يا ريت يا جماعة لايك وشير، وشايفين الكريز اللي احنا حطيناه جميل ازاي. لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. شكرا.